بالنسبة لأغنية زهور طيبة جدا، لأن ما يمكنش يخرج شي حاجة بلا ما نستشر مع التيم ديالي ومع عائلتي، مع فالحمد لله كان قبل ما خرج راه دوزت عندي تقريبا من كورونا وهي معنا، فكنسمعوها دائما، كنحاولوا أننا نجدوها، نعطيو لها الفايب جديد قريب للنكست جينيريشن. فالحمد لله توفقنا كشركة إنتاج اللي هي باري ميوزيك، لأن واحد من المنتجين اللي فيها كلمة الحمد نبيل الحوري اللي ما شاء الله عليه عمل قفزة نوعية، توزيع ديال حمزة الغازي والإخراج جاود كسر. فكنظن هاد التيم هذا كامل ضاف الأغنية واحد بصمة ديالو، والحمد لله مشى في نجاح مستقر. واش نقول لك دابا، حنا كان في مشاورات انا كنشوفوا شني الاحسن، واش نعملوا سينجل موراه سينجل، ولا عاد نجمعوا ديك الشيء في ميني البوم، ولا نزلوها مره واحده. لان بالنسبه لي الالبوم كاين شي اغاني كتضيع فيها، فهمتيني؟ اذا نجحت واحده في حال اللي كنقولوا الاغاني الاخرين ما كياخذوش نفس الحق، فحنا نحاولوا ما امكن ان ننزلوا كل واحده نعطيو لها بالحق يكونوا مسترسلين، ومن بعد نجمعوا الالبوم ان شاء الله على ما اظن. المهم لحد الان باقي ما عنديش قرار نهائي، مي زعما كذا الفكر الاولي ديالي. هذا هو الدور الاساسي للفن، ماشي شي حاجه اخرى. بغض النظر على طبعا الفن مربوط بالروحانيات والاحاسيس وداكشي، مي الدور ديالو الفعال اجتماعيا هو انه خصو يقرب المسافات ما بين الشعوب، ما بين اللغات، وما بين الاجناس. فاكيد هذا الدور الحقيقي، وسورتو حين كتعمل اغنيه مع ليجند بحال شاب خالد اللي هو عمل تبارك الله تاريخ في الموسيقى، وعملته هو ديوس كبار عالميين، وزعما كنظن بان عادي انك تكمل في هذا المسار هذا، لان المفروض ان يكون بزاف من هادشي هذايا. لان انا يمكن الفكر ديالي للموسيقي هو ان نمزج الثقافات، وهذه من البدايه ديالي وانا كنحاول نسعى ليها، والحمد لله دابا يمكن هذا الستيب هذا ديال شاب خالد انجاز بالنسبه لي كبير. عليها هذه مشكله كبيره، هو ان بزاف ديال الناس هنا ما كانفيستيش شي في الفن، لان بالنسبه لي باقي الفن شي حاجه ما مرتبطاش بالبيزنس، كيشوفوها غير تسليه، مع العلم ان كاين دول كتعيش مور هذا الشيء. مصر والهند يمكن هذا هو الدخل الاكبر للدوله، فكنتمنى ان تزيد تكون وفره في شركه الانتاج. وبالنسبه لي انا موضوعيا، لان اذا بقيت بوحديتي ما يمكنش ننتج اكثر، فحين كتكون عندك شركه كتكون كاين خلفيه استراتيجيه، كاين لو غوفوني معوطين، داكشي كامل كيكون مدروس، ماشي غير اوتو برودكشن، فهمتيني؟ بيان سو غيكون هادشي كامل، غيكون 360 تم الانتاجات السينمائيه، غيكونوا بوي بانز، جيرل بانز، فغتكون بصح غنستقطبوا الماكسيموم ديال الناس اللي كيستاهلوا، اللي ما جبروش الفرصه في انهم يخرجوا الاعمال ديالهم بوحديتهم، غندعمهم باش يوصلوا صوتهم ان شاء الله العالميه بناء على المسيره الفنيه اللي خدتها انا. رمضان هذا نو هذا رمضان الراحة، غنشتغل وغندخل الاستوديو أكثر، غنحاول نهتم بالعائلة ديالي أكثر، مي غنكون فترة ديال الاستعداد، لأن كنآمن بصح بأن رمضان فيه البركة ديالو في الخدمة، لأن في حبيبة أي لاف يو كنت عملتها في رمضان، والحمد لله كانت نجحت وحنا جاهزة. كنبغي ننتج أنا ماشي نسهلك. عجباتك هادي؟ لا والله ما كنتفرج بصح، كنتفرج شي حاجه قليله، واغلبيه ديال الانتاجات المصريه، لان كيعجبوني. كي
قول لهم رمضان كريم، الله يدخلوا عليكم الصحه والعافيه ومزيد من السلم والامان، وان شاء الله تشوفوني قريبا باعمال اللي كتروق للذوق ديالكم الكريم. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.